صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وأصدر قانون رقم 28 لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بعد إقراره من قبل مجلس الشورى ومجلس النواب. كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانون رقم 29 لسنة 2018 بتعديل المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2000 بعد إقراره من قبل مجلس الشورى ومجلس النواب.